الحقيقه من اول ما ابتدينا برنامج 10 الصبح في الاهلي ودايما ملف رياضات ذوي الهمم حاضر معانا وبمنتهى القوه وبصفه دائمه. النهارده في الفقره دي هنتكلم عن رياضات المكفوفين والتحديات والانجازات الكبيره اللي بيحققوها. مؤخرا بالمناسبه نظموا بطوله الاهرام الدوليه الثانيه لكره الهدف للمكفوفين، وليهم الحقيقه العديد من الانشطه هنتكلم عنها وبالتفصيل، وكمان هنتكلم عن خطتهم الفتره الجايه ان شاء الله مع ضيوفنا اللي منورنا الدكتور احمد عوين رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، وكمان منورنا عمر عبد السلام لاعب منتخب مصر للمكفوفين. منورين الدنيا، صباح الفل على حضراتكم واهلا بيكم. اهلا وسهلا. نورنا يا دكتور احمد، نورنا يا كابتن عمر. الحقيقه بتقدموا يعني بطولات مشرفه واداء مشرف، وشفنا يمكن خلينا نبدا من يعني النهايه. امبارح كان معانا تقرير هام جدا عن بطوله الاهرام يا دكتور احمد، وعايزين نتكلم اكتر عن تفاصيلها قبل ما ننتقل بقى ل يعني الجهود اللي بتبذلها او بيبذلها الاتحاد المصري طبعا للمكفوفين. عايزين نتكلم اكتر عن بطوله الاهرام الدوليه لكره الهدف للمكفوفين، كم دوله شاركت فيها ومين فاز بالبطوله، يعني تفاصيل اكتر نعرفها من حضرتك يا دكتور. اولا انا بشكر حضرتك جدا، تحياتي وتحياتي كريم بيه، وبشكركم جدا على هذه الاستضافه. يعني ودايما قناه الاهلي ما شاء الله يعني متشافه ومتابعه كمان، هي متشافه وشايفه في الوقت نفسه. كنتوا معانا في الملعب اليومين اللي فاتوا، شكرا لكم. بطوله اهرامات مصر الدوليه الثانيه هي بطوله وديه رسميه، بمعنى ان مصر بتنظم البطوله للمره الثانيه، وان شاء الله تستمر بعد كده الى ما لا نهايه كل سنه. بطوله دوليه في الاجنده الدوليه، اجنده الاتحاد الدولي، والفرق اللي بتشارك فيها بتكون بتاثر جدا على الرانك بالنسبه لها وعلى الترتيب في الجدول الدولي. احنا بنحاول في بطولة اهرامات مصر ان تبقى عدد الفرق قليل، ما بنكترش في الفرق لسبب مهم، ان احنا بنعتبرها استعداد لبطولات اهم. فمبدئيا بطولة اهرامات مصر احنا عاملينها عشان نحقق هدفين. الهدف الاولاني ان هي خلاص بطوله دوليه سنويه العالم كله عارفها، وباسبقيه الارسال او الحجز بنختار الفرق اللي تناسبنا وتناسب ظروف منتخبنا، لان ده الهدف الثاني اللي هي تبقى استعداد لمنتخب مصر للبطولات اللي جايه. احنا عندنا بطوله في غايه الاهميه ان شاء الله كمان 31 يوم بالضبط من الآن، من يوم 8 ل 15 12 القادم عندنا بطولة إفريقيا لكرة الهدف المؤهلة للبارالمبيك جيمز في باريس 2024. فاخترنا ان تكون ده التوقيت اللي نعمل فيه بطولة أهرامات مصر، والمكان في نفس المكان، نفس صالة الدكتور حسن مصطفى في 6 اكتوبر، لان هي الصاله اللي هنلعب عليها بطوله افريقيا. نفس الامكانيات ونفس الاجواء ونفس الظروف، كنا حريصين ان نقيم هذه التجربه علشان كبروفا مثلا يا دكتور احمد، كبروفا زي بروفا بالظبط كده.